ممكن نتطلق بمحبه. شو نتطلق بمحبه؟ اغلبيه الناس يتطلقون بعراك وصراع وخناقه وكراهيه، وحقيقه انا متطلقه مرتين، مره كان بعراك وصراع وخناقه وكراهيه، ومره بس هو كان زوج يعني بس 3 أشهر يعني اصلا ما معتبره، مره ثانيه طلقت عن حب. لما يقولوا لي الناس انت متطلقه اقول لهم انا متطلقه عن حب او عن احترام، وزوجي السابق من احب الناس لي لحد الان، وصلنا 10 سنين متطلقين. اوكي ليش؟ شو واحد يقدر يتطلق عن حب؟ اما اليوم ما احكي على اسباب اللي وصلت الى الطلاق، كل واحد عنده أسباب الثانية، بس نوصل الى الطلاق لما العلاقة تنتهي بشكل او باخر، تنتهي العلاقة. اوكي فهل ننهيها بساطور ونقطع العلاقة، او هل ننهيها عن في يوم من الايام ان حبينا هذا الشخص واحترمنا هذا الشخص وكنا نحب هذا الشخص، هل ننهي العلاقة من نقطة المحبة وليس من نقطة الكراهية والغضب اليوم اللي وصلنا به؟ أحكيكم أنا عن قصتي، أنا كيف وصلنا أنا وزوجي الثاني إلى قرار الطلاق. إنه قررنا إنه العلاقة خلصت بس بالمجتمع يصورها موجودة، فهو بالنسبة إن اليوم إحنا هل نبقى على هالعلاقة ونعرف إنه إحنا بالبيت صامتين، ما حد يحكي مع الثاني، سكوت، صار إن خط ثاني بكل حياتنا، انفصلنا نفسيا مشاعريا، أو هل بقي هالكذبة على المجتمع؟ أوكي ونمشيها، الكل يصورون إنه إحنا أحسن كابل موجودين ونمشيها. بالنسبة إلي وتعرفوني هسه، بالنسبة إيماني إنه أتكلم الحقيقة، أعيش الحقيقة، أكون أنا الحقيقة اللي أنا أعرفها. أوكي هذا إيماني. فلما صار في فصل بين العلاقة الداخلية داخل البيت والعلاقة الخارجية خارج البيت، صارت تختلف إنه مو الحقيقة تختلف، قررنا إنه نتكلم الحقيقة. أنا اللي شعرت بالانفصال بالبداية، وزوجي إجى علي في اليوم وشافني أبكي أبكي وقال لي ليش؟ قال لي أنت تريدين تنفصلين مو؟ قلت له إيه. وقال لي خلي أحكي. فتكلمنا عن الموضوع وتأملنا مع بعض، ورحنا مشينا ومشينا ومشينا وسولفنا مثل ما نقول بالعراقي، سولفنا عن وين صارت نقطة الانفصال، شنو أحلامي، شنو أحلامه هو، شنو اللي يريده، شنو اللي أريده أنا. بس صار حكي، يعني حكينا بطريقة صريحة جدا لأنه وصلت المنطقة إلى أنه دي أبكي. بالنهاية قال لي أكبر عمل أشوفك أني أنا شقد أحبك انه راح اقبل على الطلاق. هذا اكبر صوره اشوفك ايش قد احبك انا راح اعطيك الحريه للطلاق. هذا رجل بالنسبه لي، هذا الرجل اللي وهذا الحب حقيقه، أنا هذا الحب انه هل قد واحد يحب الشخص الثاني بحيث انه هذا الثاني اذا يريد ينفصل راح اعطيك هالحريه هاي؟ هذا حب، هذا حب. لما قال لي هيجي اني انفصلنا، لما انفصلنا ابدا ولا خناق على اي شيء على البيت، رحنا واحد الثاني قال اخذي اللي تريدي، هو قال لي اخذي اللي تريدي وانا قلت له اخذ اللي تريده، قسمنا الاشياء بعداله وبدون اي خناقه ابدا، بدون اي عراك. رحنا على المحكمه ايد بايد أنا يا متقايدين، okay؟ بحيث القاضية قالت إن أنتوا تطلقون وتتزوجون، قلت هذا نتطلق بس عن حب، قلت إن أوكي بس انفصلوا، ممكن كل واحد يقعد بكرسي رجاءً. قبل بيوم الطلاق انطيته هدية، انطاني هدية وأنا انطيته هدية، والهدية كانت صندوق فارغ، إنه صندوق
ينملي املا انه صندوق ينملي بعلاقه جديده، علاقه صداقه وعلاقه تبقي الاحترام وتبقي الحب، بس تعبر عنها الحب وعن الاحترام بطريقه ثانيه. مو شرط انه واحد يحب الثاني وبعدين فجاه يكره الثاني وخلص العلاقه، انه ممكن اني احبه وهو طليقي، مو معناته حب رومانسي ولا حب علاقة جنسية أبدا، بس حب كصديق، حب صديقي. هذا الصديق هو مو بس كان زوجي، هو صديقي كان أولا قبل ما زوجي، صديق احترمه كإنسان. فقررنا أنه نبقي الصداقة ونبقي الحب ونبقي الاحترام ونطلع العلاقة اللي ما تمشي، اللي هي العلاقة الزوجية، أوكي، ونطلعها من الأثر العلاقة. وطيت هدية، هاي الهدية صندوق جديد، تأمرنا نبدي علاقة جديدة. صار 10 سنين احنا متطلقين وعلاقتنا نتكلم مع بعض دائما، نحترم بعض، نعايد بعض، احب زوجته كثيرا، يعرف كل شيء عن حياتي، احب اهلي يحبون اهلي يحبوني، الكل بقة العلاقة. فممكن انه يصير هيجي. انا دائما اقول اذا انا اقدر اسوي هيجي معناتها الكل يقدرون يسوون هيجي، أني مو شيء، لا أني ولا هو فرديين بقابليتنا أنه نتصرف بهالطريقة، فالكل يقدرون يتصرفون بهالطريقة هاي. كيف ننفصل بحب وليس بكراهية؟ لما أقول هو رجل حقيقي أو هو فعلا إنسان جيد، لأنه لما واحد يتصور الشخص الثاني ما يحبه يجوز ينجرح وينقهر ويحس بنقص بشخصيته ونقص في حياته، بس الناس الشخص المملي بحياته، المملي في قلبه ويعرف مين هو ويعرف حبه لنفسه ويحترم لنفسه، ما يزعل ويغضب على الأشياء لما الإنسان الثاني يقول أنا أحبك بس مو بهالطريقة هاي، مو بس الطريقة الرومانسية. هذا إنسان مليان مليان وليس ناقص، مليان برجولته، مليان بإنسانيته وليس ناقص برجولته أو بإنسانيته. وجوز نفس الشيء يطبق على المرأة، المرأة تكون مليانة بأنوثتها بإنسانيتها، لما تحس أنه الرجل ما يريدها تنفصل وتروح. فهذا خيالنا كيف نروح عن الانفصال والطلاق عن حب وليس عن كراهية. بالنسبة للعلاقات مثل الزورق، نكون أنا وشخص بزورق وبعلاقة ونكون نجدد مع بعض ونمشي مع بعض، وعما ما نوصل على جزيرة. ومرات الناس واحد بس من الشخص ينزل من الزورق ويروح على الجزيرة وخلص تنتهي العلاقة، ومرات الشخصين يروحون يزورون الجزيرة ويرجعون على الزورق، ومرات يمشي واحد وحده بالزورق. هاي الحياة، الحياة علاقات نجربها ونشوفها، ما طولنا احنا على حقيقتنا مع قلبنا الحياة رح تمشي. لما نكذب على قلبنا رح نكره البقية، رح نكره ونحقد الناس اللي نتصورهم هم سعداء، بس احنا الحقد والحسد والكراهية والغضب جاي من نقصنا، انه مو لأنه هم عايشين بأي شيء، جاي من نقصنا إحنا مع نفسنا، أوكي؟ فلما واحد يكون مليان في نفسه، مليان في حب، مليان في حنان مع نفسه، شلون واحد ينملي مع نفسه؟ علاقتكم مع قلبكم، علاقتك أو علاقتك مع قلبك هاي مهمة، علاقتكم مع جسمكم هاي مهمة، علاقتكم مع أصدقاء، مو شرط 1,000,000 شخص، مو شرط العائلة، بس إذا عندكم واحد أو اثنين أو ثلاثة من أصدقاء اللي يحبوكم إلى من أنتم، وكل إنسان عنده هيك شخص في حياته يحبوه إلى من هو أو من هي، وليس لأنه أنا بهالمنصب وهالمستوى وهالبيت والسيارة وهالأشياء. هذول الناس يبقون أنه يعرفون أنه إحنا أحد يحبنا، أحد يحبنا، إحنا آمنين آمنين آمنين. بس بالنسبة لهم شيء، مهما كان يحبوا الناس، إذا أنت ما تحب نفسك أو أنت ما تحبي نفسك، مهما كان يجي الحب من بعيد ما رح يكفي الحب من جوا،
اوكي ما راح يكفي الحب من جوا، فلازم نبدي الحب من الجوه. اوكي انا مو لما العلاقه تجي او العلاقه تنتهي نجيها بحب وننتهيها بحب، وهذا ممكن، هذا ممكن ان تنتهي العلاقه ونعمل الطلاق بحب. انا مؤمنه بهذا الشيء، ارجو ان يساعدكم. اذا انا اقدر اسوي كلكم تقدرون تسوون هالاشي، وكل حبي لكم، كل حبي لكم. مع السلامه.